السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد في سلسلة Everything About VMware Sphere 5.5. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع جديد اللي هو الـ Fault Tolerance أو vSphere FT، دايما بيختصروه الـ FT. الموضوع ده مبدئيا علشان تقدر حضرتك تفهمه كويس وتتعامل عليه، يا ريت تكون مخلص الفيديو اللي هو اتكلمنا قبل الأخير اللي اتكلمنا فيه عن الـ HA أو الـ High Availability، لان هو بوجه عام هو نفس الفكره بتاعت الهاي افيلابيلتي، لكن ده ليه احتياج في ظروف معينه وده ليه احتياج في ظروف معينه. فبالتالي غالبيه الناس بعد ما ننتهي من شرح الفول تولرنس يبدا الفول تولرنس يعني الاف تي والاتش اي الاثنين يدخلوا مع بعض، وكل يقول طب هستعمل ده امتى وده امتى، ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده. فعلشان كده قبل ما تبدا في مذاكره الاف تي لازم تكون فاهم كويس جدا الاتش اي. بوجه عام الـ HA والـ FT ده كله بيندرج تحت بند يعني الرسمة الجميلة اللي معانا دي، ان هو بيتكلم لك ازاي تحافظ على الداتا سنتر بتاعتك ان يكون بدون اي داون تايم. طبعا انت ممكن تحافظ عليه على اكتر من ليفل، يعني انت ممكن مثلا على حيث الكومبوننت، يعني انت مثلا تخلي فيه اكتر من كارت لان متوصل في السيرفر، فبالتالي لو في كارت لان في مشكلة التاني يبقى شغال معاك. عندك هنا الحاجة اللي هي الفي موشن، ان انت تقدر تنقل المكن والمكن شغال بدون اي داون تايم ولا ان اي حد يحس ان في مكنه اتنقلت من هوست للتاني. وطبعا الفي موشن ليه بعض الاشتراطات شرحناها في وقتها. الدي ار اس هو ده الشكل الاوتوماتيك من الفي موشن، ان المكنه لو في لود كبير على هوست اوتوماتيك في ام اي تتنقل على هوست تاني. الاس في موشن ان احنا بتنقل بس الستورج، واللي هو الاوتوماتيك الشكل الاوتوماتيك بتاعها اس دي ار اس. بعد كده ده يعتبر كده على مستوى السيرفر، ده على مستوى الاستورج. على مستوى الداتا نفسها ان انت بتستعمل برنامج للباك اب نفسه، يعني الحاجات دي كلها تحفظ لك ان الدنيا شغاله، لكن ده لا يغني ان انت لازم يكون عندك سوفت وير، لكن ده طبعا لا يغني ان يكون عندك سوفت وير للباك اب. طبعا اشهرهم اللي هو الفيم باك اب، وده من شركه ثانيه خالص اللي هي الفيم، بتدي اللي هو السوليوشن اللي هو الفيم باك اب اند ريبليكيشن. في من فيم وير، في منزله اللي هو الداتا بروتكشن، هو مش مشهور قوي لكن هو برضه بيساعدنا ان يكون واخد باك اب من المكنه الفيرتشوال كلها لو في اي مشكله ترجع المكنه نفسها. طبعا الشكل الاكبر كده بيكون على مستوى السايت، ان انت بتعمل نفس الشكل بتاع الداتا سنتر ده لكن في مكان تاني خالص، فبالتالي لو في اي مشكله في الداتا سنتر كلها لا يكون عندك سايت تاني في الشغل. في بقى عندنا حاجة تانية على مستوى الـ VMAT اللي هي الـ Fault Tolerance أو الـ FT. هنا تلاحظ يقول لك الـ High Availability والـ Fault Tolerance، لأن هما الاتنين قريبين جدا من بعض وهما نفس الفكرة، لكن ده بيكون ليه أفضلية إن أنت تستعمله في وقت معين وده ليه أفضلية إن أنت تستعمله في وقت معين. فكرة الـ Fault Tolerance بكل بساطة، هنا دلوقتي بيقول لك الـ Characters بتاعتها بيكون شغالة إزاي. الميزة في الـ Fault Tolerance، ودي الميزه دي مش موجوده في الهاي افيلابيلتي، ان هو يعتبر الداون تايم بتاعه زيرو. يعني ايه الفكره بتاعتها؟ بكل بساطه ان احنا بيكون عندنا اثنين هوست على الاقل، كل هوست بيتالي عليه بعض الفي امات. كان الوضع بتاعنا لو احنا بنتكلم عن الاتش اي، ان لو في مشكله في الهوست ده الفي ام اي مثلا كل الفي امات بتاعتنا هتتنقل للهوست التاني. لكن كان في السيناريو ده ايه اللي بيحصل؟ ان المكنه بتاعتنا عشان تشتغل في الهوست التاني لازم تعمل ريستارت، الفي ام نفسها بتعمل ريستارت. فبالتالي ايه اللي كان بيحصل؟ كان بيبقى عندك داون تايم لمجموعه من الثواني او الدقائق حسب ايه الداتا اللي موجوده على المكنه دي، لان مكنه كويندوز مثلا بتقوم او لينكس بيقوم وبعد كده السيرفيسز عليها ترن، فعشان تبدا تقوم بكل الوظائف بتاعتها بشكل كامل ممكن الموضوع ده ياخد بعض الدقايق. انما عندنا في السيناريو الخاص بيه فولت تولرانس، هو نفس الفكره، ان احنا لو في عندنا مشكله هنا فالمكنه هتروح تشتغل في اي هوست تاني موجود معانا في نفس الداتا سنتر. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الميزه هنا في الفولت تولرانس ان المكنه بتاعتنا ما فيهاش اي داون تايم، لا ده هي بتشتغل على طول بدون اي ريستارت. فيعتبر الميزه الاكبر واللي تخليك تحتاج ان انت تستعمل الفولت تولرانس ان هي ما فيهاش اي داون تايم، على عكس الاتش اي. الاتش اي بيحتاج ان المكنه بيتعمل لها ريستارت، فهو هنا مثلا بيقول لك الاماونت اوف داون تايم زيرو.
هو فعلا زيرو المكنه ما بتحتاجش خالص تعمل ريستارت، وهنفهم مع الوقت هي ليه ما بتحتاجش تعمل ريستارت. طبعا هنا بيقول لك ان الـ هي سبورت مع يعتبر غالبيه الاوبريتنج سيستم مع الاي 6 اير دوير، مع يعتبر برضو نسبه كبيره جدا منه. اليوزز هو يعتبر كفول ترونز ده كويس جدا، بيقول لك ايه مع الكريتيكال فيرتشوال ماشين، مع المكن الفيرتشوال اللي انت ما ينفعش يبقى في اي داون تايم، لا ده انت هتحتاج ان انت تستعمل الفولت ترونز. اوكي طيب الفكره بتاعتها بقى بيحصل ايه؟ ان احنا بيكون عندنا مثلا ده الاكشن اللي بيحصل، ان احنا بيكون عندنا الفي ام اي مثلا دي اللي موجوده على الهوست الاولاني بتتسمى البرايمري. اول ما اعمل انيبل للفولت تولرنس على المكنه دي اوتوماتيك ايه اللي بيحصل؟ بيكريت لي واحده ثانيه على الهوست اللي موجود، دي بتبقى البرايمري اللي شغاله ودي السكندري اللي موجوده. بيبدا دلوقتي الاثنين طول الوقت بيبدا يحصل بينهم سنكرونايز، يعني اي مثلا المكنه دي كفايل سيرفر مثلا طول الوقت في ابديت في الفايلات اللي موجوده عليها وكده، اوتوماتيك على طول كل ثواني اي ابديت بيحصل بيروح على المكنه الثانيه. طبعا السيرفز اللي بتقوم بعمليه سنكرونايزيشن بين كل في ام اي والثانيه في الفولت تولرز اللي هي اسمها في لوك اب ستيب، هي دي التكنولوجي دي هي المسؤوله من عمليه سنكرونايزيشن بين كل في ام اي والثانيه. السؤال المشهور دايما يقول لك ايه السيرفز المسؤول عن عمليه السنكرونايزيشن بين البرايمري في ام والسكندري في ام في الفولت تولرز؟ هتقول له الفي لوك اب ستيب. اوكي طيب احنا دلوقتي المكانتين شغالين ومفيش اي مشكله والاثنين سنكرونايز طول الوقت، لو حصل مشكله في البرايمري في ام ايه اللي هيحصل؟ اوتوماتيك على طول السكندري بقت هي البرايمري وهيكريت واحده سكندري على طول، لان الفولت تولرنس طول الوقت لازم يبقى في واحده برايمري واحده سكندري. لو البرايمري حصل فيها مشكله يكريت واحده سكندري. طب لو السكندري نفسها اللي حصل فيها مشكله والبرايمري موجوده، البرايمري على طول خلاص هيدور ما يلاقيش، فالفولت تولرنس كريت واحده سكندري على هوست تاني موجود. يبقى هي دي الفكره على طول، احنا دلوقتي يعتبر الهوست الاولاني ده واقع خلاص، بقى دي البرايمري ودي السكندري، الفيلوكوب ستيب برده هتشتغل وتبدا تعمل عمليه السنكرونيزيشن بين الاثنين في امات اللي موجوده عندنا. اوكي طيب احنا دلوقتي طبعا بنتكلم الموضوع حتى الان الكل هيقول اه طب ما كده الفولترز افضل كتير من الاتش اي فبالتالي هنستعمله، لكن يعيب جدا الفولت تولرنس ان هو ليه بعض الاشتراطات صعب توفرها بشكل كبير. يعني بوجه عام طبعا الكل دلوقتي زي ما قلنا شايف ان فولت تولرنس افضل، لكن لما نحط الشروط دي هنلاقي ان كريل انفايرومنت يعتبر يكاد يكون 99% من ده سنتر محدش هيقدر خالص يستعمل الفولت تولرنس. لكن زمان لما كنا بنشرح الفولت تولرنس في الكورسات ما كناش حد بنهتم بيها، حتى لو شفتهم في الكتب في الفيرجنات حتى القديمه قبل 5.5 كان الموضوع يعتبر حتى 5.5 كام صفحه وخلاص هي اللي بيشرح فيها الفولت تولرنس. ليه؟ لان هو كتحقيقه في الواقع العملي ما حدش هيستفاد منه. لكن من دلوقتي كنصيحه للكل ابدا ركز على الفولت تولرنس وافهمه كويس، لان دايما فيرجن 6 اللي بقى متاح كتير قوي من الليميتيشن اللي هي موجوده والاشتراطات اللي موجوده في 5.5 لا ده هو الموضوع ده حلوها وبقت الى حد ما تطبيق الاف تي هيكون ان شاء الله اسهل كتير. طيب احنا عايزين نفهم كده مع بعض ايه الاشتراطات بتاعتنا علشان تشغل الفولت تولرنس. طبعا احنا لو هنعد فيهم هتلاقي الموضوع يعني ممكن يوصل ل 20 شرط، ممكن نقول على الاقل زياده عن 10 منهم هتلاقيهم موجودين عندك لازم توفرهم. فبالتالي هنتكلم على الموضوع ده، هنحاول نذكر كتير منهم، لكن في التطبيق العملي كمان ممكن تلاقي فيه بعض الشروط بتختلف من مكان للتاني فنشوفه مع بعض. اول حاجه ال FT علشان يشتغل لازم تكون عامل كلاستر وعامل تكون انيبل لل HA. ليه؟ لان احنا زي ما شفنا قبل كده مثلا عشان تعمل ال HA او ال DRS كان لازم عند حضرتك لازم تعمل كلاستر عندك. ليه؟ لان انت ممكن يكون عندك مثلا 5 هوست في الداتا سنتر بتاعتك، لكن انا مش عايز اعمل مثلا اتش اي او دي ار اس عليهم كلهم، فبالتالي بعمل كلاستر واضيف الهوستس اللي عايز يحصل بينهم اتش اي او دي ار اس. نفس العمليه لازم يكون عندك عامل كلاستر ويكون على الاقل عامل انيبل للاتش اي وتحدد الهوستس اللي فبالتالي الهوستس الموجودين هيحصل بينهم العمليه اف تي
او الفولت تولرز. يبقى اول شرط عندنا يعتبر لازم تكون عامل كلاستر وتكون عامل انيبل لل اتش اي. وبالفعل احنا لو بصينا على الكلاستر اللي عاملينه من اللابات اللي قبل كده هتلاقيه هو موجود، والاثنين هوست اللي موجودين عندنا اللي هو مينيمم اثنين هوست، و ال اتش اي معمول له اون. اوكي طيب، يبقى ده اول شرط عمليه الكلاستر موجود عندنا عامل انيبل لل اتش اي. تاني حاجه ان يكون مينيمم اثنين هوست موجودين معانا. في اشتراط تالت هو مبني على حاجه معينه، ان لو حضرتك هتعمل انيبل للدي ار اس لازم تكون عامل انيبل للفيتشر اللي هي الاي في سي. الاي في سي لا الانهانس ريموشن، ودي كنا بنقول ان عشان لو حضرتك عندك اكتر من هوست، يعني ده خدناه في الاتش اي وخدناه في الدار اس. الاي في سي لما كنا بنقول لو عندك البروسيسور من اجيال مختلفه، اتنين انتل مثلا لكن من جنريشن مختلفين، فكنت بتحتاج تعمل انيبل للاي في سي، ودي بتتعمل في الاتش اي. اوكي طبعا احنا عندنا الدي ار اس معمول اوف خلاص، فبالتالي مش ضروري ان انت تعمل اي في سي تعمل لها انيبل، لكن لو عملت الدي ار اس انيبل تبقى اون هتحتاج تعمل انيبل للاي في سي. الحته دي ما بتتذكرش كتير، الكلام ده يعتبر مش مذكور في الكتاب الاوفيشال يعني. ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم الاشتراطات دي كتير وهو ما بيذكر حاجات بسيطه جدا منها. طيب ايه تاني اللي لازم يبقى موجود معانا؟ لازم يكون موجود الاستورج بتاعتنا، يكون في شيرد ستورج بين الاثنين هوست هنا. ليه؟ لان الفكره، وطبعا النقطه دي مش واضحه هنا، احنا هنعملها على الرسمه بتاعتنا. الفكره ايه؟ ان هو دلوقتي يعتبر لو قلنا دي كده اداء، دي كده شيرد ستورج بين الاثنين هوست هنا. ايه اللي بيحصل عشان المكنه دي يبقى يتعمل عليها انيبل للاف تي؟ اول ما بتعمل انيبل للاف تي، لان هنا عكس الاتش اي، الاتش اي بيتعمل على مستوى الهوست كله، فبالتالي اي مكنه جواه بتعمل عليها انيبل للاتش اي، لكن الاف تي بتعمل انيبل لل على مستوى المكنه نفسها. فانا بالتالي لو عملت المكنه دي عملت لها انيبل للاف تي، فبالتالي لو حصل مشكله في الهوست ده المكنه دي بس اللي هتتنقل مش الكل المكنه. خلي بالنا من النقطه دي، الاتش اي بيبقى على مستوى الهوست كله، لكن الاف تي بحدد انهي مكنه اللي انا عايز يبقى انيبل للاف تي. طيب لما بعمل انيبل للاف تي على المكنه دي لازم يكون الاثنين هوست دولت الشيرد ستورج اللي هو الفي ام دي كي بتاع المكنه دي موجود هنا في الشيرد ستورج، الا الاثنين هوست الاثنين ديديكيتد للشيرد ستورج دي. تاني المكنه الفي ام اللي احنا عايزين نعمل انيبل للاف تي عليها لازم يكون الفي ام دي كي بتاعها موجود على شيرد ستورج بين الاثنين هوست، اللي يبقى المكنه هتتنقل على الهوست الثاني لو في اي مشكله. اوكي طيب، لان هي فكره الاف تي بكل بساطه ان المكنه بتاعتنا الفي ام دي كي بتاع الفي ام دي هو موجود على شيرد ستورج، لكن الفي ام اكس موجود واخد من هنا والفي ام اكس واخد من هنا، فبالتالي ده يعتبر برضو عيب اقل من موجود الاتش اي. الاتش اي كان هو يعتبر بيبقى واخد من البروسيسور والرامات من هوست واحد لغايه ما يتنقل على التاني بياخد منه، لكن لا زي ما احنا شفنا في الرسمه هنا ايه اللي بيحصل؟ ان مثلا البريمري في ام شغال هنا والتاني شغاله بنفس الوقت، لان زي ما قلنا الاثنين بيتعملوا بينهم وبين بعض ابديت، فبالتالي طول الوقت المكنه دي مثلا لو واخده 4 جيجا رامات فواخده 4 جيجا رامات من هنا واخده 4 جيجا رامات من هنا، فده يعتبر عيب في الاف تي عكس الاتش اي. الاتش اي طول ما هو المكنه لسه ما اتنقلتش هناك خلاص ما ياخدش من الرامات ولا البروسيسور من السيرفر التاني، لكن الاف تي طول الوقت حتى لو ما فيش اي سيرفر حصل له حاجه هو على طول طول الوقت بياخد من الهوست التاني. فبالتالي الشرط الموجود معانا التاني ان لازم يكون الفي ام دي كي بتاع المكنه اللي احنا عاملين انيبل الاف تي موجود على شيرد ستورج، والاثنين هوست ديديكيت يقدروا يشوفوا الشيرد ستورج دي، وبيكون بطبيعه الحال اول ما بعمل انيبل للاف تي على المكنه دي اوتوماتيك هو بيروح على الهوست التاني اللي في الكلاستر بتاعنا وياخد بيعمل الفي ام اكس اللي هو ملف التشغيل بتاع الفي ام اي، فبالتالي بياخد من الرامات والبروسيسور من السيرفر التاني او الهوست التاني اللي معانا. طيب ايه الاشتراطات التانية اللي موجود معانا؟
ان لازم يكون كارت النتورك اللي هنا واللي هنا على الاقل 1 جيجا، يعني كل اسره بتاعته 1000، يعني الكروت اللي هي ال 100 والكلام ده ما ينفعش. طبعا بطبيعه الحال الموضوع ده نادرا جدا لما يقابلك فيه مشكله، هو يقابلك لو انت بتذاكر، لان ممكن تكون شغال مثلا على لابتوب او مثلا على جهاز تجميع او كده، فممكن يكون كروت النتورك بتبقى اللي هي ال 10 100. لكن طبيعه الحال لو انت في ريل انفايرمنت وسيرفرات، بيكون كل الكروت الطبيعي بتاع السيرفرات بتبقى 1000. لكن طبعا ده المينيمم، ان يكون السرعه بتاعته 1000، لكن يفضل طبعا ان هو يكون 10000. ليه؟ لان هو طول الوقت الفي ام اي دي بتبعت للتانيه كل الابديت اللي فيها، فالموضوع ده بيعمل ترافيك جامد في النتورك عندك. فبالتالي الشرط اللي موجود معانا تاني ان يكون الكارت بتاعنا على الاقل 1 جيجا، ويفضل انه يكون 10000. والافضل من ده كله ان يكون عندك عامل كارت نتورك، ودي هنشوفها في الخطوات بتاعتنا، ان تكون عامل كارت نتورك خاص بالاف تي. لو تفتكروا زمان لما كنا بنتكلم في حته الفيرتشوال نتورك والستاندرد سويتش والكلام ده، كان موجود معانا يقول لك ايه لما بتعمل الفيتشر الموجود على المانجمنت نتورك، يعني في حاجه وقتها قلنا في المانجمنت نتورك خاصه بالمانجمنت وخاصه في بارت اشتغل عليها الفي موشن واشتغل عليها الاف تي، وقلنا الاف تي وقتها كان لازمته ايه، لكن طبعا قلنا هناخدها هنا بالتفصيل. فبالتالي الاف تي يفضل زي الفي موشن ان يكون كل واحد ليه كارت خاص بيه، لان الحاجات دي بتاخد تعمل ترافيك عالي قوي جدا على النتورك. فبالتالي لو كارت نتورك واحد خاص بالمانجمنت والفي موشن والفول تولرنس والشيرد ستورج، لا الموضوع هيبقى تقيل جدا، لكن هيشتغل مفيش اي مشكله. لكن ريكومندد ان يكون في كارت خاص بالاف تي، كارت خاص بالمانجمنت، كارت خاص بالفي موشن، ولو عندك شيرد ستورج طبيعي يبقى ليها كارت خاص بيها. تمام. طيب ايه الاشتراط تاني؟ ان تكون المكنه الفيرشوال اللي احنا هنعمل عليها انيبل للاف تي، المكنه دي ما فيهاش الا بروسيسور واحد وفيها واحد كور، ما ينفعش فيها اكتر من كده. طبعا يعتبر الاشتراط ده بيخلي كده اي حد مش هيقدر يعمل الفولت تولرنس. ليه؟ لان مفيش حد خالص، يعني ايه الابلكيشن او السيرفيس اللي تشتغل على في ام 100 وهيكفيها بروسيسور واحد كور؟ ده احنا بنحتاج ان يكون فيها اكتر، لو السيرفر فيه اكتر من بروسيسور يدي وكل بروسيسور على الاقل فيه 4 كور، لا هنا الموضوع صعب جدا الشرط ده تحقيقه، فبالتالي محدش بيشتغل بالفولت تولرنس. الشرط ده التاني اللي هو ايه، ان المكن الفي ام اي ديت لازم تكون واحد كور فقط، يعني واحد بروسيسور وواحد كور. يعني لو احنا مثلا جينا على مكنه زي ديت وشفنا كده في السيتنج بتاعها، تلاقي مثلا في البروسيسور احنا مدين ديت واحد واحد خلاص اشتغل مفيش مشكله. لكن لما يكون بقى في ريال انفيرمنت، لا يعني طبعا ديت لان عاملين مكنه اكس بي والدنيا عندنا ما هياش عاليه قوي، فمش مدينها بروسيسور كتير. لكن في الواقع العملي هتلاقي دايما واخده واحد او اتنين بروسيسور حسب البروسيسور اللي عندك، واللي هو الفيرشوال بقى سي بي يو بتاعك يعني كام كور واخده، فبتلاقي مدينه كتير جدا. فيبقى الاشتراك اللي معانا دلوقتي ان لازم يكون المكنه دي فيها واحد بروسيسور بواحد كور بس. هو دايما يقول لك ايه، المكنه تكون واخده واحد فيرشوال سي بي يو، هي بتتسمى كده. تمام. طيب في اشتراط تاني، هو ده دايما يعني ممكن ما مش هيقابلك قوي، انه يكون اللايسنس بتاعت الفي سفير معمول فيها ان هي تسبورت للفولت تولرنس، لان في بعض اللايسنس مش بتكون سبورت الجزئيه دي. تمام. طيب ايه الاشتراطات التانية اللي موجوده معانا؟ وده برضو من الحاجات اللي عامله زي الاشتراط بتاع البروسيسور، فبالتالي هتلاقي صعب تحقيقه، ان المكنه اللي هتعمل عليها انيبل للاف تي لازم يكون الفي ام دي كي بتاعها اللي موجود على الشيرد ستورج لازم يكون سك. طبعا احنا قلنا لما بتيجي تكاريت الفي ام 100 بيقول لك الفيرتشوال ستورج بتاعك الهارد ديسك بتاعك اللي هتكاريته يا اما بيبقى يا ثين يا ثيك. اوكي. طبعا هو الغالبيه بتاخد ثين لان ده بيحافظ على المساحه، لكن سك بيحفظ يعني خلاص بيحجز كل المساحه حتى لو ما استعملتهاش بالفعل. لكن هنا ال FT ما ينفعش يشتغل على مكنة وهي ثن وهي سك وهي سن، هي لازم تكون سك طبعا. اوكي. يبقى الاشتراط الاخير بتاعنا ان لازم يكون المكنة بتاعتنا الهارد ديسك بتاعها VMDK نوعه سك.
في اشتراطات طبعا تاني كتير. ممكن نقول تاني برضو ان الفي ام اي دي عشان برضو تعمل عليها نيبل للاف تي ما ينفعش يكون واصل فيها اي مثلا اللي هي الحاجات اللي هي مثلا مشغل سيرفيس او ابلكيشن معتمد ان في كيبل يو اس بي شغال او سيد روم واصل عليها من ديتكتك بالاس سيد روم اللي في الاس اكس اي او الدي في دي او الفلوبي اللي في الاس اكس اي. لازم قبل ما تعمل انيبل للاف تي كل لو يو اس بي اي حاجه سيريال بورد واصل عليها ديتكتد بالاس اكس اي نفسه تعمل لها ديسكونكت السيد روم او الدي في دي او الفلوبي كل الحاجات دي تعملها. ليه؟ لان المكنه دي هي في لحظه واحده لو الهوست ده وقع المكنه دي هتبدا تشتغل هناك. ف لو انت موصل اي حاجه يو اس بي او سيد روم او دي في دي او فلوبي على الهوست الاولاني وهتقرا على الثاني طبعا الموضوع ده مش هتشوفه فيحصل مشكله. فهو من الاول لازم تعمل ديسكونكت لكل الحاجات دي. طيب اخر حاجه عندنا ان المكنه بتاعتنا اللي هي الفي ام اي دي ما ينفعش تكون واخد عامل عليها اي سناب شوت. طبيعه الحال من وقت للتاني ممكن تحتاج تعمل سناب شوت للفيرتشوال ماشين. لا، لو انت عامل سناب شوت للفيرتشوال ماشين ده وموجوده لا مش هينفع تعمل عليه انيبل للاف تي. يبقى هي دي بعض الاشتراطات الضروريه اللي لازم تكون موجوده عندك. طبعا بعد ما سمعنا كل يعني الشروط الكتيره والغريبه دي هتلاقي تطبيق الموضوع ده هيبقى صعب، لكن في فيرجن 6 زي ما قلت لحضراتكم قللوا الكلام ده. يعني مثلا كمثال احنا كنا هنا بنشترط ان يكون عندك واحد فيرتشوال سي بي يو، لا هم وصلهم في فيرجن 6 ان يبقى موجود عندك اربعه، يعني اربعه كور، فبالتالي لحد ما كده ممكن تشتغل. لكن مازال موضوع السك ده هيبقى فيه مشكله، موضوع السناب شوت، لان الحاجات دي بنحتاجها كده. لسه هنشوف في الفتره الجايه ايه التطور في الموضوع ده، لكن هم ما دام بداوا يعدلوا في الموضوع يبقى ان شاء الله هتلاقي في الفيرجنات الجايه وفي الابديت الجاي هتلاقي فيه تطور كتير ان احنا نقدر نستعمل الفولت تولرنس، لان زي ما قلنا هو الفيتشر المهمه جدا فيه ان هو ما بيبقاش فيه اي داون تايم، فبالتالي دي فيتشر كويسه جدا. اوكي طيب فكره الانيبل بقى وازاي تشغل الفولت تولرنس، طبعا احنا بقى طول ما احنا هنجرب دلوقتي هيقابلنا بعض الاشتراطات ونشوف ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود. مبدئيا قلنا لازم تكون في كلاستر موجود عندك وعمل انيبل للاتش اي. خلاص احنا عاملين انيبل للاتش اي. طيب لو جينا هنا وقفنا على الهوست ده نشوف السمري بتاعه هتلاقي هنا الادا الهوست كونفيجرد فور اف تي. هتلاحظ ان هو معمول نو عشان احنا لسه ما اشتغلناش. في هنا مبدئيا كده اول اشتراط واول شرط عندنا ممكن ده ما يخليش الدنيا خالص تشتغل عندك ان البروسيسور نفسه يكون سبورت للاف تي. بعض البروسيسور مع انه يكون حديث وكل حاجه لكن مش بيكون بيسبورت الاف تي كسيرفيس موجوده عليه. فاحنا لو وقفنا هنا الهوست كونفيجر ده لما بتقف عليه لو في اي حاجه خاصه بالبروسيسور في الاشتراطات وهو مش بيسبورت او خاصه بالهوست ده هو مش هيقدر يسبورت الاف تي هيقدر يقول لك عليه، وده يعتبر حاجه كويسه ان هو بيوضح لك الدنيا من الاول. فلو احنا وقفنا هنا اول حاجه هنا هيقول لك الهوست بتاعك الهاردوير بتاعك مش بيسبورت الاف تي، فبالتالي الدنيا دي مش هيحصل مش هتقدر تعملها. ليه؟ لان السيرفر اللي انا شغال عليه هنا مش بيسبورت الموضوع ده. اوكي طبعا احنا هنكمل العمل بتاعنا ونشوف كل الخطوات وعشان تقدر تستوعب الموضوع ده لان ممكن يكون السيرفر عندك سبورت الموضوع ده ان انت تشتغل عليه. هو بوجه عام العمل بتاع الاف تي ابسط جدا كتير جدا من اي الاتش اي او الحاجات التانيه. هو بس بنتكلم عامل شويه نظري فيه الاول لان هو بيتكلم كتير بعض الشروط اللي احنا ذكرناها دي، فبالتالي بنتكلم نظري اكتر من العملي. لو احنا وقفنا برضه هنا هنلاحظ ان هو بيقول لك ده انت عندك في برضه لسه في بعض المشاكل. انت مع الوقت بتقعد تحل المشاكل دي لو وتقلل لغايه ان المفروض عشان الاف تي يشتغل عندك ما يبقاش فيه اي حاجه لان دي ريكويرمنت وانت دلوقتي اللي مذكور هنا يبقى مش موجود. طيب ايه اللي احنا شايفينه هنا ده؟ بيقول لك خلي بالك انت دلوقتي يعتبر على كارت النتورك بتاعك الفيرتشوال نيك بتاعك مش معمول انيبل للاف تي. زي ما قلنا في الاشتراطات بتاعتنا من شويه لازم يكون الاف تي معمول انيبل على المانجمنت نتورك بتاعك وبرده يكون معمول انيبل للفي موشن. طيب الكلام ده بنعمله ازاي؟ بتيجي على كارت النتورك
زي ما شفنا كده في الفيرتشوال ستاندرد سويتش، لما كنا بنقول انت بيكون الفيرتشوال ستاندرد سويتش بتاعك بيكون حاجتين اللي هو الفي ام بورت جروب، في خاص الفي امات بتاعتك، وفي الفي ام كيرنل بورت اللي فيه المانجمنت نتورك وكده. على مستوى الفي ام كيرنل بورت ده بنبدا ننيبل الاف تي والفي موشن والحاجات دي. فلو جينا عملنا بروبرتيز هنيجي في المانجمنت نتورك، نلاحظ ان ادا الفولت تولرانس لوجنج ديسيبل. هو دلوقتي لو دي ديسيبل خلاص المكانتين ما يقدروش يشوفوا بعض وما يحصلش سنكرونايزيشن، لان الفي لوك ستيب بتشتغل على الاف تي لوجنج، ونفس الشيء الفي موشن برضه معمول له ديسيبل. فبالتالي خلاص هنعمل كده انيبل للفي موشن، انيبل للفولت تولرانس. اوكي، نلاحظ هنا خلاص الكلام الكتير المكتوب ده انه بيقول لك لا خلي بالك انه يفضل ان يكون الفولت تولرانس لكارت نتورك الواحد والفي موشن كارت نتورك لوحده والحاجات دي، طبعا بيقول لك ده الافضل. لكن هو بيقول لك anyway انت برضه كل السيرفيس تقدر تشتغل على كارت نتورك واحد، يعني على انترفيس واحد. لو عملنا كلوز كده خلاص احنا عملنا انيبل للفي موشن والفولت تولرانس، اللي هما كان اتنين ايرور ظاهرين معانا. لو جينا هنا خلاص هنلاقيهم اختفوا، فضل عندك بس ان البروسيسور بتاعك يكون يسبورت الاف تي، لكن هو طبعا مش سبورت الموضوع ده هنا. طيب نفس الشيء لازم نتاكد على الهوست التاني، نشوفه برضو هنا. نفس الشيء موجود عندنا الاف تي والفي موشن الاتنين مش شغالين، برضو نفس الخطوات نعيدها تاني. بروبرتيز لو جينا مانجمنت نتورك برضو انيبل الفولت تولرانس و الفي موشن. اوكي يس كلوز. لو جينا في السامري خلاص بقى مش موجود معانا. طبعا احيانا ممكن يكون برضو البروسيسور بتاعك ده الكلام ده السيناريو ده مش في ريال انفيرومنت، لكن في لو انت بتذاكر غالبيه الشغل بتاعنا لو انت بتذاكر ان انت يكون سيرفر واحد عندك منزل عليه في ام ورك ستيشن زي ما احنا شغالين ومنزل عليه 2 اس اكس اي، كل شغل ما كان فيرتشوال يعني. فبالتالي احيانا او هو المفروض لما تبقى شغال على في ام ورك ستيشن وعامل الهوستس بتوعك نفسهم كفي امات هتلاقي ان هو الفولت ترانس ما بيشتغلش، لكن ده طبعا ليه كود كده ممكن تشغله وترنه الفولت ترانس ينفع يشتغل على لو انت عامل الاس اكس اي كفي امات. طبعا السيناريو ده في حاله لو انت بتذاكر بس، انما الريل انفيرومنت لما يكون الاس اكس اي نازل على الهوست دايركت خلاص مش هيحتاج السيناريو ده، فبيكون كوماند كده بتشغله وخلاص. فبالتالي ممكن يكون هو بيسبورت السيرفر نفسه الاف تي، لكن زي في الحاله بتاعتنا دي لان احنا شغالين على الاس اكس اي نفسه على فيرتشوال، يعني فيرتشوال هو فيرتشوال اللي هو بيتسمى النستد مود، فبالتالي الدنيا مش شغاله. الاشتراط ده هيفضل موجود عندنا ما ينفعش نحله الا بنرن كوماند معين كده، لكن احنا مش محتاجينه دلوقتي. طيب يبقى احنا دلوقتي شفنا القصه دي، احنا بقى دلوقتي يعتبر خلاص كده المفروض الاشتراطات بتاعتنا موجوده. فبالتالي خلاص بتحدد بقى مثلا لو مكنه موجوده زي دي انا عايز اعمل انيبل للفولت تولرانس عليها، محتاج اتاكد بس ان هي مثلا بروسيسور واحد، بروسيسور واحد كور، خلاص ده موجود معانا. نشوف مثلا المفروض الهارد ديسك بتاعها يكون سيك، لكن هو مثلا هنا في حالتنا سن لا المكنه دي ما ينفعش تشتغل، تقدر تخليه سيك ويشتغل معاك. بكل بساطه عشان تشغل المكنه دي وتعمل انيبل فول ترانس هنشوف بس الخطوه، لكن هو طبعا اللاب مش هيكمل معانا عشان الكورس نفسه مش بيسبورت. بتقف هنا وتقول له تيرن اون فولت تولرانس، وهي دي النقطه اللي كنا بنقول عليها من شويه، وده الاختلاف برضو في الفولت تولرانس عن الاتش اي. الاتش اي انت بتعمل خلاص على مستوى الهوست اي مكنه هتقع هتتنقل للهوست الثاني، لكن الفولت تولرانس انت بتحدد المكنه معينه. يعني مثلا دلوقتي ممكن تكون المكنه الثانيه اللي موجوده معانا دي واحد بروسيسور وعلى شيرد ستورج والهارد بتاعها ثيك، كل الاشتراطات موجوده، لكن انا اصلا ما عملش عليه انيبل للفولت تولرانس. ليه؟ لان برضه في الماكسيمم كونفيجريشن ده برضه يعتبر ليميت موجود معانا، هنطول معانا دي نتكلم بعدين نفتكر حاجات يعني. الماكسيمم بتاعك انه يكون على نفس الهوست تكون عامل انيبل لاربعه في ام، يعني حتى لو موجود مثلا اثنين برايمري واثنين سكندري، يعني الماكسيمم بتاعك للفولت تولرانس على نفس الهوست اربعه في امات. anyway بقى مثلا اثنين برايمري واثنين سكندري، 3 و1 4 و5
خلاص مفيش مشكلة. المهم الماكسيمم بتاعك يكون 4 مكنات معمول عليهم فول تورنس على نفس الوسط، فده برضو يعتبر ليميت، لان ممكن احيانا بيبقى في داتا سنتر ممكن يبقى عندك ال 20 في المية على نفس الهوست، مش هتقدر تعمل انيبل الا الاربعة بس في نفس الوقت. طيب وده يعتبر برضو اشتراط صعب شوية. طيب احنا بقى هنا بنيجي لو عايز اعمل انيبل فول تولرنس هنا رايت كليك وتيرن اون فول تولرنس. طبعا هنا بقى هيقعد يوريك حاجات، قال لك مثلا اه خلي بالك انت دلوقتي الهارد بتاعك سن، لو انت دلوقتي عملت يس هو هيحوله لك لسك، فنخلي بالنا برضو للموضوع ده انت عايز تكمله ليه، يعني في بعض الحاجات هيحوله لك. خلاص لو قلت له مثلا يس اه هنا مثلا هيديك في مشكله ثانيه. اه قال لك ان انت خلي بالك ان انت الهوست بتاعك ده مش بيسبورت نفسه الاف تي، يعني احنا مثلا دلوقتي لو المكنه بتاعتنا سيك والواحد بروسيسور والحاجات بتاعتنا اشتغلت كلها والبروسيسور نفسه بتاع الهوست مش بيسبورت الفول ترانس مش هينفع يشتغل معانا، وهي دي النقطه اللي كنا بنقولها ان السيرفر بتاعنا مش بيسبورت. فبالتالي anyway هو خلاص كده اعتبر ده العمل اللي حضرتك بتعمله كله، رايت كليك تيرن اون للفول ترانس اوتوماتيك. اول ما تعمل كده نسخه من الملفات ال في ام اكس اللي على المكنه دي اوتوماتيك هتروح فين؟ على الهوست الثاني اللي في الكلاستر. يبقى دلوقتي المكنه بتاعتنا دي هي في ام دي كي واحده على شيرد ستورج اللي بين الاثنين الهوست دولت، والفي ام اكس هو موجود على الاثنين. لو الهوست الاولاني حصل في اي مشكله فبالتالي احنا عندنا سكندري على الهوست الثاني، السكندري على الهوست الثاني ده بتبقى برايمري، وهو اوتوماتيك يدور على هوست ثالث لو موجود معانا يعمل عليه سكندري، لان لازم يبقى في واحده برايمري وواحده سكندري، فيبقى على طول الدنيا شغاله معانا في سنكرونايز بين الاثنين هوست. هو ده العمل بكل بساطه بين في الفولت تورنس. وقت ما حضرتك كويس ان حضرتك تحقق كل الشروط اللي موجوده معانا رايت كليك انيبل خلاص هو بيشتغل على طول اوتوماتيك يرمي نسخة على طول على الهوست التاني. طبعا ده لما بتعمل حضرتك على بالفيسفير كلاينت، لو هتعمله بالفيسفير روب كلاينت هو نفس الفكرة مفيش اي اختلاف، بتبقى برضو على المكنة تلاقي في فول تورنس تيرن فول تورنس بتبدأ تشتغل على طول. وده يبقى كده شفنا هتتعمل من الفيسفير كلاينت والفيسفير ويب كلاينت هو نفس الفكرة. طيب كده ده يعتبر اللي المفروض تعرفه بتفصيل لحد ما كمان في الفولت تولرنس. اخر نقطة بس عايزين نتكلم فيها ان علشان لو انت برضو عايز تعرف بشكل اسرع لو في اي ريكويرمنت او اي اشتراطات مش متوفرة عندك، فيموير في تولز كده ممكن تسطبها على الجهاز اللي انت مسطب عليه الفيسفير كلاينت، حاجة اسمها فيموير سايت سيرفي. هي دي تولز كده فري بتقدر تنزلها من على فيموير، فيموير سايت سيرفي بتنزلها على المكنه على الفيسفير كلاينت، تقدر تقول لك لو في اي اوبشن او اي اشتراط من اللي موجود معاه مش متوفر معاك. احنا طبعا نزلناها هي مساحتها حوالي 6 ميجا وهي فري، نجربها مع بعض ونشوفها. لكن برضو هي مش دقيقة 100%، يعني في حاجات برضو ما بتشوفهاش، يعني مش ملزمة ان هي تطلع لك كل الايرور او كل ريكويرمنت اللي مش متوفرة في الهوست بتاعك او في الكلاستر بتاعك او في ال SXI اللي موجود. طيب السيرفي دي يعتبر بلجن بعد ما تتسطب هيضيف لك هنا حاجة اسمها سايت سيرفي. نلاحظ ان احنا دلوقتي على مستوى الكلاستر لسه ما انضفتش، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هي خلاص اتسطبت، نعمل كلوز. علشان تشتغل معاك لازم تقفل الفيسفير كلاينت ونشغله تاني ونشوف كده خلاص هو حس بيها ولا لسه.
فتح معانا. ادي على مستوى الكلاستر اللي احنا عاملينه، لو بصينا هتلاقي في حاجه اسمها سايت سيرفي، دي انضافت معانا، دي بتسمى بلجن، يعني اي حاجه تنضاف هنا ككونسبت عند الفيم وير بتسمى بلجن. لو احنا فتحناها كده، هو طبعا لسه مش شغال، ببدا اقول له ران سايت سيرفي، ران طبعا لو حضرتك مسطب الفي سفير كلاينت على اكتر من جهاز، انا مثلا دلوقتي سطبته على مثلا على اللابتوب بتاعي انا اللي نازل عليه الفي سفير كلاينت، خلاص هتنضاف هنا السايت سيرفي. لو انت مسطب الفي سفير كلاينت على جهاز تاني وبتكونكت بيه برضه على الفي سنتر بتاعك، مش هتبقى موجوده، لازم تسطب السايت سيرفي على الجهاز التاني ده. يعني كل جهاز مسطب عليه الفي سفير كلاينت لازم تسطب عليه السايت سيرفي. هنا ادى قال لك الفي ام وير سايت سيرفي ريبورت بتاعك، قال لك اه بص بقى يعني كلامه كتير، يعني هتلاقي يقول لك فيه حاجات طبعا اللي عليها المارك اكس ده مش شغاله. هنا مثلا بيقول لك كل مكنه وايه الاشتراطات اللي موجوده فيها. هنا مثلا بيتكلم على جزئيه الاستورج، هنا بيقول لك خلي بالك انت الاستورج بتاعتك معانا اكس كده يبقى هي مش شغاله. ليه؟ هي ما هيش البروسيسور السي بي يو يعتبر شغال معاك. احنا دلوقتي مثلا عندنا اتنين هوست اللي هو 112 و110، كل مكان فيرشوال عليه هيبدا يقول لك ايه الوضع بتاعها. الاستورج اكس كده خلاص ان هو ما هو شغال، ده هيبقى حاجه من الاثنين، الاستورج ان هو يا اما ما هواش على شيرت ستورج او ما هواش فيك. يعني انت لما تكون فاهم الشروط بتاعتك بالتفصيل هتعرف الاكس ده سببها ايه. طبعا انت ممكن تفتح بقى وتشوف، هو برضو احيانا بيدي بعض الاكسبلينيشن ليه هو مدي ايرور هنا. السي بي يو قال لك اه السي بي يو اللي عندك كلها شغاله، لان احنا طبعا الدنيا دي كلها مكان اكس بي، فانا مدي له واحد بروسيسور وواحد كور، فيبقى واحد فيرتشوال سي بي يو فشغال معاك. الديسك طبعا لانه كله سن فمدي الايرور. السناب شوت قلنا لو عامل سناب شوت المكن الفيرشوال ده مش هينفع اتنقل، طبعا هو مدي صح يبقى بالتالي مفيش عندك اي سناب شوت. الاوبريتنج سيستم بتاعك شغال، ده كل الاشتراطات اللي موجوده عندك هو بيديك كده يبقى شغال معاك. يبقى احنا عندنا مثلا في المكن ده في مشكله اللي يعتبر خاصه كلها بالستورج موجود معاك، فبالتالي هو هنا زي ما قلت لحضراتكم ما بيديش كل المشاكل اللي ممكن تقابلك، لكن هو لحد ما بيساعد شويه في ان يوريك كل مكنه الوضع بتاعها ايه. فده يعتبر كاضافه كده للسايت سيرفي. طبعا الكلام ده مش هتلاقيه موجود خالص في، لان يعتبر تولز قديمه، يعني اخر ابديت للتولز دي كان في 2011. يعني لو شفنا هنا الفيرجن بتاعها ده 2011 وما بيعملوش ابديت ليها، مش مهتمين بيها، فهتلاقي دايما الكتب محدش بيتكلم في الجزئيه بتاعت الفيم وير سايت سيرفي. يبقى هي ديت كتولز كده زيادة ممكن تستعملها ان هي توريك قبل ما تبدأ تشتغل على فورترانس ايه المشاكل اللي عندك. طبعا هنا بيقول لك خلي بالك ال A6i بتاعك ده not compatible مع ال FD وال FT، وقلنا ديت طبعا المشكلة الكبيرة ان البروسيسور نفسه مش بيسبورت ال FT كسيرفيس موجودة فيها، لكن هنا ده الخاص بالمكان. يبقى هو ده بكل بساطه كده القصه بتاعت الفولت تورنس اتكلمنا عنها. طبعا هو الى حد ما حاليا الليمتيشن بتاعته كتير جدا، فبالتالي محدش يعتبر بيطبقه خالص، لكن في المستقبل ان شاء الله اعتقد هيبقى ليه فايده كبيره جدا، لان قلنا هو الميزه الكبيره فيه ويمكن هو الميزه الوحيده ان هو ما فيهوش اي داون تايم. الداون تايم بتاعه تقدر تقولها بكل ثقه ان هو زيرو. شكرا لكم ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.